دي اخبار نادي الزمالك بالتفصيل. خدوا بقى اخر حاجه عشان ابقى النهارده يعني ايه قفلت باب نادي الزمالك وملفه تماما بالتفاصيل. عواد يقترب من الرحيل عن نادي الزمالك لنادي في الدوري المصري. عواد يقترب من الرحيل عن نادي الزمالك سواء عن طريق الاعاره او نادي البيع. عواد يقترب من الرحيل عن نادي الزمالك لنادي في الدوري المصري. ممكن يبقى نادي جماهيري. ممكن يبقى نادي جماهيري. المفاوضات يعني خلاص في الثواني الأخيرة. عواد حارس مرمى كبير. عواد وجوده في نادي الزمالك أضاف له بشكل كبير حتى لو ما لعبش. عواد من الطبيعي عشان الناس تبقى فاهمة إن هو يطلع إعارة أو يتباع، وده رأي حتى مدرب حراس المرمى. جنش وأبو جبل يعني معركة كبيرة جدا، ما يقدرش يقعد للسنة التانية إن هو ما يلعبش. ما يقدرش إن هو يلعب يقعد إن هو ما يلعبش. في نفس التوقيت اللي أنا بتكلم فيه على عواد، في نفس التوقيت إن أنا بنادي فيه على أحمد الشناوي. أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز، حارس كبير جدا ولازم ياخد قرار بالإعارة واللعب في أي مكان، لأن محتاج إن هو يلعب، محتاج إن هو يلعب. دي أخبار نادي الزمالك.